طيب عبده، وين صرت هالطبخه؟ انتوا اقعدوا على الطاوله وبيحضر واجبكم، ولا وين مرت عمي؟ تفضل. شو عامل اكل؟ يعني هاي معكروني. طيب فينا نشوف بس شو مخبص؟ شو يا ابن عمي، شو هاي معكروني؟ انت بتحت ايد، اقعد هوني. شو مخبص؟ شو عامل؟ عادي، لا تقرب على الطبخه، اقعد هلا بالضوء. اكيد. طب ما بدنا تشرحنا بس شمي الريحه بس. خلص شميتها من بعيد. طب فيك تشرحنا المقادير؟ شوية اشياء على بعضها. طب في العالم بدها تعرف شو عم ناكل؟ عم ناكل بات عربياتا، حرة شوي. مع شوية حرة شوي بس شوي. طيب مو مثل تبع امبارح. لا تبع امبارح كان حرة كثير. كان حرة كثير. طيب يلا. شو عم ناكل شو؟ بات. شو يعني؟ جرين. صغر بونجور. بونجور صغر. بونسوار كازن. تفضلي. حبيبي يا كازن، اقعد ارتاح. يلا جيب جيتك يا كازن، جيتك. اوكي. منيحة مرتاحة؟ مرتاح. امسك الطنجرة. هلا أنت معك خبر إنه عم تفتحي سفرة بيت الكل؟ والله؟ إي والله. أول ما صحيح الحلقة هذيك ما كان في. إيه ما صلنا مجال ناكل نحن. بس جابوا لك موني أبو علي. وين مكدوسات الحلقة؟ أكلهم شادي. لا يا شادي. صح. طيبين البطيط؟ أنا وعم بركش وحسيت في شيء هون، مرضبين أنا. تفضل. أنا ما بلشت. هات نشوف. في بط؟ قرب. كل بطة هالقد قدها. هون عند. عفوا. لا بس شكله شيء بشهي. ايه بحب. ايه بحب. خلاص. لا عن جد عبدو، هلا اشرحنا شو هي هاي. هي عربيات يعني. هي اللي اكلناها امبارح. بني مع صوص روج مع شوية سمك يعني. على فكرة طيب. ما بعرف انه حامل. وقف على الباب انت وحامل طنجرة اذا بدك. اريح. لا اسكوب لحالك. ايش بدك بعدين؟ بس بدي نوه لموضوع انه الروج يعني احمر. ايه. بونجور واس. هي روج. بونجور بونسوار. بونسوار. هذا لك حبيبي. هونيك لي. ولا ما باكل انا معكم. لا بدك تاكل معك. من طبخ فجار. ايوه صح. عنك. تفضل. ايوه خليك. ايوه تفضلوا عاد. بس ما حلو هيك يعني. ولو والله تفضلوا معك. شادي هلا شو؟ شادي قتلتونا يا زلمه. تفضلوا تفرجوا علي. بلش بالجدار. مشان يوجعكم قلبكم. واصلتك الريحه شادي؟ شو هذا؟ يلا. ستنا السنه شو ناطرنا بالهيبه الحصاد برمضان؟ والله انا اليوم هيك شوي رحت لعندكم على مسلسل دولار. اي شفت الاستاذ سامر برقاوي حكى لي انه ناطرنا شيء بس عم ينكتب النص. اوكي. ايه لسه ما عندنا فكره بس خوفني على قد ما قال شو بده شو ناطرنا وشو كذا. انا هيك عملت بس ما بعرف بعد ما. ما لا ما بعرف. دائما انا بفكر انه بكره بده يجي شيء حلو كثير اكيد. ايه هلا هو ما في شك يعني. ايه بس ما بعرف شو. ما حكى بعد. لا ما حكى لي على التفاصيل. طيب عبده بالجزء الاول. على فكره حره كثير. لا ما تعمل لي دعايه حره كثير. لا والله حره كثير. بتحب الحر؟ وين مش شوي مش كثير. ايه حره بس طيبه. مش عم اقول لك طيبه رائعه يعني. بس حره. ايه لحظه طيبه رائعه. لحظه في هذا. ايه مثل بونجور بونجور. هلا بالجزء الاول متت. بالجزء الثاني هلا رح موت ارجع.